مخرجات التدريب التقني والمهني وتحديات سوق العمل، حلقة نقاش ينظمها مركز أبحاث الشباب بجامعة الملك سعود. ندوة عن جسيمات النانو وتطبيقاتها في كلية الهندسة. سلامة منتجات زيت النخيل في محاضرة بكلية العلوم. مركز التميز البحثي في تطوير العلوم والرياضيات يناقش الخطوات المنهجية الغائبة في البحوث العلمية. أستاذ من جامعة ميسيسيبي الأمريكية يحاضر عن مستقبل العقاقير في كلية الصيدلة. الدكتور الفقيه يوثق مشاركته في المؤتمر الجغرافي الإقليمي الدولي في محاضرة بكلية الآداب. نصائح عملية للنشر العلمي في المجلات العالمية في محاضرة بكلية علوم الأغذية والزراعة. أعزائي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في تقرير أسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود. تحت عنوان مخرجات التدريب التقني والمهني وتحديات سوق العمل، نظم المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود حلقة نقاش افتتحها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري، وشارك فيها الدكتور أحمد الشراري عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني لأبحاث الشباب، والدكتور سامي الحمود وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات، والدكتور محمد السحيلي مدير عام تصميم وتطوير المناهج في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. استعرضت حلقة النقاش 3 ورقات عمل تناولت جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سد احتياجات سوق العمل السعودي وتحديات التدريب التقني والمهني في المملكة ودور مجلس الشورى في مواجهة تحديات سوق العمل للشباب. هدفت حلقة النقاش إلى تفعيل خطة المركز التي تركز هذا العام على قضايا تدريب الشباب تقنيا ومهنيا، والتي تعد رافدا من روافد سوق العمل وأساسا للتنمية في المملكة. الجدير بالذكر أن المملكة تولي اهتماما خاصا بالتأهيل التقني والمهني للشباب، حيث قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإنشاء 45 كلية تقنية و162 معهد تدريب مهني و41 معهدا تقنيا للبنات، ليرتفع عدد المتدربين من 100,000 إلى 154,000 متدرب ومتدربة. ويأتي تنظيم هذه الحلقة سعيا من المركز لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لإرساء وحماية قواعد التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني. نظم قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ندوة عن جسيمات النانو المعززة للتغير الطوري في المواد وتطبيقاتها. قدم المحاضر الدكتور هاكان أوستوب الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الفرة التركية. تناول المحاضر متطلبات تخزين الطاقة والتغير الطوري للمواد وطرق التحليل الحراري وتجارب عملية ودراسات نظرية في تطبيقات النانو. يشار إلى أن الدكتور أوستوب عمل في جامعة مونتريال الكندية وجامعة باريس الفرنسية وجامعة أوبرون الأمريكية، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية عالمية وحاز على العديد من الجوائز. يأتي تنظيم هذه الندوة حرصا من الكلية على تنمية الإبداع والابتكار المعرفي ونقل المعارف والتقنيات الهندسية الحديثة عبر الشراكة مع المؤسسات العالمية. نظم قسم الكيمياء بكلية العلوم بدعم من برنامج أستاذ زائر محاضرة بعنوان قضايا السلامة في منتجات زيت النخيل. قدم المحاضرة الدكتور شين بينغتان أستاذ كيمياء وتكنولوجيا الدهون بكلية العلوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة بوترا الماليزية. استعرض الدكتور شين البحوث الحالية ونتائجها وتوجه البحوث المستقبلية في تطبيقات السلامة على منتجات زيوت النخيل. وأوضح المحاضر أن زيوت النخيل تحظى باهتمام علمي عالمي في عالم التغذية لكونها مواد مقاومة للتأكسد وتزيل المواد الضارة من جسم الإنسان التي تسبب العديد من الأمراض المزمنة
والشيخوخة المبكرة. تحت عنوان خطوات منهجية غائبة، نظم مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات أفكر حلقة النقاش 66 ضمن سلسلة حلقات النقاش التي يعقدها أسبوعيا. أعد وقدم حلقة النقاش الدكتور صالح العساف أستاذ مناهج البحث التربوي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قدم المحاضر تعريفا للبحث العلمي من حيث تطبيق المنهجية فيه، وتناول غياب الخطوات المنهجية في إجراء البحوث بسبب عدم تطبيقها أو التطبيق الخاطئ لها، وأعزى غياب المنهجية عند الباحثين العرب إلى أسلوب التعليم التلقيني خلال مراحل التعليم المختلفة. تأتي هذه الحلقة سعيا من المركز إلى التطوير المهني للباحثين في مجال تعليم العلوم والرياضيات الذي يعد من القضايا التي تتصدر اهتمام برامج الإصلاح والتطوير التربوي في المملكة. استضاف قسم العقاقير بكلية الصيدلة البروفيسور إخلاص خان أستاذ العقاقير بالمركز الوطني لإبحاث المنتجات الطبيعية بجامعة ميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية. في بداية المحاضرة قدم الدكتور خان تعريفا بالمركز الوطني لإبحاث المنتجات الطبيعية الذي تأسس عام 1995 والنشاطات البحثية التي يقوم بها، كما تحدث عن القواعد الحديثة لعلم العقاقير التي تدرس في الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن 50% من العقاقير الطبية الموجودة بالأسواق هي منتجات طبيعية. الجدير بالذكر أن الدكتور خان حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الكيمياء والدكتوراه في الصيدلة، وله أكثر من 400 بحث منشور في مجلات عالمية، وشارك كمتحدث رئيسي في مؤتمرات علمية متخصصة، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وحاز على عديد من الجوائز، وله عدة براءات اختراع في مجال العقاقير الطبية. نظمت اللجنة العلمية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب محاضرة قدمها الدكتور بدر الفقير أستاذ الجغرافيا السياسية بالقسم. استعرض الدكتور الفقير مشاركته في أعمال المؤتمر الجغرافي الإقليمي الدولي الذي عقد في مدينة كيوتو اليابانية في شهر أغسطس الماضي، وتحدث عن دولة اليابان وطبيعتها الجغرافية والسياسية والجيولوجية. يشار إلى أن الدكتور الفقير حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير من جامعة الملك سعود والدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية بجامعة تونس الأولى، وله العديد من الكتب والأبحاث في مجالات الجغرافيا السياسية والتاريخية والسياحة، وهو متعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع، وأشرف على عدد كبير من الرسائل الجامعية. نظم قسم الهندسة الزراعية بكلية علوم الأغذية والزراعة محاضرة بعنوان النشر العلمي في المجلات العالمية ISI نصائح علمية، ألقاها الدكتور مجدي المحاسنة. قدم المحاضر تعريفا لمتطلبات وآليات النشر الدولي في مجلات ISI وخطوات النشر، بداية من الإعداد الجيد للبحث واتباع معايير النشر الدولي. كما ناقش الدكتور المحاسنة أهمية النشر العلمي في الدوريات العالمية المدرجة في ISI ومتطلبات ومعايير النشر العلمي الدولي. يأتي تنظيم هذه المحاضرة بهدف تحقيق زيادة معدل نشر الأبحاث في المجلات العالمية المرموقة بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة ويسهم في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد المعرفة. إلى هنا أعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.